يا جنى جنى، في ايه بس يا هيثم بتزعق كده ليه؟ زعق كده ليه؟ ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها ديت؟ مش عارف انام. دوشه ايه ده؟ موتزارت. موتزارت كمان بتدخلي رجاله غريبه في البيت وانا نايم بتستغفليني. ده مش رجاله، ده واحد ميوزيشن كبير ودي سيمفوني بتاعته. ميوزيشن كمان صنايعي؟ يا نهار اسود ومنيل، يا بجحتك يا اختي. ما المدرسه بتاعت الفايلين بتعلمها انسولي بر. مدرسه الايه؟ الفايلين. ده ايه الفايلين دي؟ الفايلين. ايه الفايلين دي يا اختي؟ الكمانجا. كمانجا؟ ويا ترى الكمانجا دي بقى عويسي ولا سكري؟ يا فجرك، عايز الواد يطلع فنان مرهف الحس رقيق؟ لا، ابن الفاجر استحاله يطلع فنان ورقيق. انا يا نهار انت ازاي بتتصرفي؟ بتتصرفي من دماغك ليه؟ خلاص يا هيثم والنبي، خلاص والنبي. لا خلاص، خلاص والنبي يا فاجر. انا حاضر. عشان خاطري والنبي خليك مكانك، عشان خاطري ما تفتحناش قدام الست والنبي. فين؟ اوعي. خلاص يا هيثم والنبي. والله لا فضي الخدمه دي كلها. والنبي يا والنبي. بتعملي ايه يا وليه عندي هنا في البيت؟ انا ما بعملش حاجه، انا بعلمه كمان. كمان بتعلميه كمان؟ ده بدل ما تعلميه مزمار عبد السلام. مش حافظاه والله. سهل قوي. تاتارارات تاتارارات. قولي ايه؟ طيب هحفظه ويبقى اجيلكم. يلا سلام عليكم. لا استني استني بس، انا هديكي تمن كلاس بتاعك. لا 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 لا، خدي الكمانجه دي، خدي. يلا في داهيه في داهيه في 60 داهيه. ينفع كده تربط مس نانسي؟ يعني مس نانسي هضرب؟ انا مش عارف اربي ابني بسببك. اسمع يا هانم، انا اللي هربي الواد دوت. الواد ده اسمه جاحد ابن الفاجر. الواد ده هيفضل طول عمره في جلباب ابوه. تعال انا. لا انا مش جاي. انت بتزعق لمامي بتخليها تعيط. انت وحش وشرير، انا بكرهك. يا كرم الله، الواد بيكرهني. الحمد لله تعبي ما راحش هدر. عشت وشفت الواد وهو بيكرهني.